ده كاستم ميد بيس من صانع من امريكا اسمه كريس ستامبا. السبب ان انا خلاني اعمل كاستم بيس ان انا كنت بدور على صوت معين، عايز يبقى عندي صوت بتاعي انا، انا اللي مجمع الكومبوننت بتاعته بحيث ان يبقى الناتج هو الصوت بتاعي دوت. خشبه التوب ده خشب اسمه مابا بيرل، ده ما تشافش بقاله فترة كبيرة جدا. والسايدز افريكان ماهوجني، والباك وود مع النك من ورا، هو نك ثرو جيتار دوت ميبل وبومينجا، والفينجر بورد من قدام روز وود، هيب شوتس المفاتيح والبريدج، نوت ستراند بيك ابس اللي هم بيتحطوا على الهود انترونكس، والالكترونكس بستخدم مايك بوب بري امب اللي هو بيتحط في الفوديرا. الكونفيجريشنز بتاعت المايك بوب بري امب عندي بلو ميد وعندي هاي ميد وعندي بيس وترابل وعندي تون وعندي بلند وعندي فوليوم. ده 5 سترينجز بيس. ايه الفرق ما بين الفايف سترينجز والفور سترينجز والسكس سترينجز؟ الفور سترينجز احنا عارفينهم اللي هم الاربع اوتار اللي هنا، بيبقى مي لا ري سول. الفايف سترينجز بيبقى عندي، في عندك سي فوق هو بيتون كله رباعات، فعندي هنا بي، وممكن احيانا بيبقى في فايف سترينجز بيبقوا برضو مي لا ري سول، بس بدل السول ده بيتحط دو تحت فبيطلعوا الثلاث دولت فوق كلهم. والسكس سترينجز بيبقى عندك التو اوبشنز، عندك اللو بي وعندك الهاي سي. صوت الجيتار نفسه اهو. Thank you.